استاذ عمر يتفضل. استاذ عمر عليكم. ازيك يا دكتور عمرو؟ بخير الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيب. بمناسبه العام الهجري الجديد، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله، ويجعله عام بركه ونور وفضل ونعمه على الجميع يا رب. الله يخليك يا دكتور عمرو. لو سمحت، انا متزوج ليا 3 سنين ونص ومعايا 3 اولاد. من ساعه ما تزوجت انا كانت خبرتي في الحياه الزوجيه كانت قليله شويه. طيب. فكان بقى عندي بعض الاخطاء. ماشي. ابتديت ان انا اتدارك مع الوقت واصلح مع الطرف الثاني واعمل فضل واعمل 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 واعمل. بس الحاجات اللي انا عملتها كلها في الفضل وكده والكلام ده، لما بتحصل اصغر مشكله بيتنسي كل ده يا دكتور عمرو. طيب. بيتنسي كل ده. ما بلاقيش ليا رصيد خالص. الكلام ده مش صحيح. خليني بس اقول لك حاجه استاذ عمر. الكلام ده مش صحيح. بس انت بس عشان المساله تبقى واضحه اسمعني بعنايه، بس انا عايز اخليك تكلم الاول، تكمل الاول، وبعتذر اذا كنت قلت لك مش صحيح، بس هقول لحضرتك ايه اللي بيحصل يعني، بس كمل. انت بتقول ان كل ما لما بيحصل اي حاجه مع كل اللي انت عملته ده بعد ما انت غيرت، هي بتحس ان هي ولا حاجه خالص انت عملتها، صح كده؟ صح يا دكتور. وكمان يعني بتحس ان هي كمان مش حاسه بالامان معايا. طيب. مع كل الحاجات اللي الواحد بيعملها قبل كده. انا اقول لك تعمل ايه عشان تحس هي بالامان، وازاي تحس بالتغيير اللي حصل في شخصيه حضرتك وفي النضوج. بص يا سيد عمر، اول حاجه لازم يعني انا زي ما بيقولوا كده غلبت اقول للرجاله، واحنا بنتكلم في الارشاد الزواجي، مفيش حاجه بتلقيها في قلب زوجتك بتروح. بس هي بيبقى عندها تحديين. ان هي عندها ايه؟ الوجع القديم بيخليها بتقول انا لو صدقت ده، طب وانا ايه اللي يخليني اضمن ان انا لو صدقته ما يرجعش تاني زي زمان ويبقى الوجع وجعين. فهي المساله ان هي تسترد الثقه. فايه اللي بيحصل؟ فانت لازم تعرف ان انت بتبني الثقه. فكل حاجه بتعملها في قلبها لازم تعمل ده. ايه اللي بيعملوا اخطاء بقى احنا الرجاله؟ الاستعجال. ما تستعجلش. ليه؟ انت دلوقتي حصل مشكلات لمده 5 سنين وعملت حاجات كويسه لمده شهر، 2 سنة. عايز كل اللي انت عملته في ال5 سنين يزول في سنه، وانا هفضل بقى طول حياتي كده؟ او دي ما تتقالش بقى. ليه؟ لان انت بتتعامل مع حبيبتك، بتتعامل مع زوجتك، بتتعامل مع امانه ربنا اداها لك، بتتعامل مع نعمه ربنا. ده ربنا شايل لك زوجتك دي منذ بدا الخلق، اتنقلت في صلوب في اصلاب الرجال والنساء وارحام النساء لغايه ما وصلت لك. فدي نعمه ربنا. فانت واحده واحده اصبر. اصبر ليه؟ لان صبرك ده هيخليك تسكن في قلبها. فاول حاجه ما تتسرعش. تاني حاجه اياك تظن ان ده ما بيتحطش في قلبها. ده هتقول ده انا ضغطت عليه. يبقى ما تستعجلش ومفيش حاجه بتروح. تالت حاجه وده مهم جدا جدا، من وقت للتاني اتكلم عن هي ايه اللي بيحسسها بالامان، وتعرف على ده. لان بعض الناس بيعملوا اللي يوصل شريك حياتهم للامان من وجهه نظرهم هم. لازم تعرف وجهه نظرها هي ايه اللي يحسسها بالامان. فيبقى الحوار والصبر ومفيش حاجه بتضيع. التلات حاجات دي يا سيد عمر ان شاء الله ربنا هيكرمك. وما تيأس، خلي عندك أمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بينك وبين زوجتك هو اللي بيغير القلوب في لحظة. سبحانه وتعالى كريم. نعم.